بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيا كان كل ذلك يسمى قراءة قرآن. ولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مصحف شائعا ذائعا كاليوم يقرأه الناس، وإنما كان أغلب قراءة الناس مما يحفظونه كقراءة صلوات الله وسلامه عليه. والمراد قراءة القرآن سواء كانت من المصحف أو كانت مما يحفظه الإنسان، كل ذلك يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تأتي مسألة فقهية يعني كفوائد للناس. أولا، اختلف العلماء في بيع المصحف يجوز أو لا أو لا يجوز، واتفق بعضهم على أنه يشترى لكن لا يباع، ويلزم من شرائه أن يباع، فالقائل بهذا يلزمه أن يقول بالآخر، وإن كان قد يجد هو للمسألة هذا للتخريج هنا طريق. لكن من القواعد الجميلة في العلم أن يعلم أنه في باب الرهن، ترهن شيئا تستوثق به من مال، كل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا المصحف. كل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا المصحف. فأنت تشتري مثلا منزلا أو سيارة، ويحق لك ديانة شرعا فقها أن تجعل السيارة، أن تجعل المنزل رهنا لمن استقرضت منه، لكن المصحف لجلالته وعظمته لا يقبل أن يكون رهنا. وغاية ما نريد من هذا البرنامج ومن غيره، والذي ينبغي أن يسعى إليه المؤمنون، تعظيم كلام الله ومعرفة جلالة هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله على خير خلقه وصفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحظ الناس من رحمة ربهم وفضله وإحسانه إليهم غالبا على قدر حظهم من إجلال كلامه وتعظيم كتابه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن تعظيمه العمل به قطعا، والإيمان بمحكمه ومتشابهه، مع وهي المسألة العظمى أن يقوم الإنسان به في الليل، وأن يجعل الإنسان كحد أقل يعني لنفسه، يوصى بهذا العقلاء ومن يقدر من أهل الفضل أن لا يقل قيامه في الليل عن 100 آية، أن لا يقل قيامه في الليل عن 100 آية يتدبر فيها القرآن، فيكسبه الله بها خشوعا وخضوعا ورفع درجات وعلو منازل في الدنيا والآخرة، ويرى أثر هذا على نفسه إذا أصبح. الله جل وعلا يقول: إن نحن نحيي الموتى، إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. ثم قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالمعنى أن من يخاف وعيد الله يذكر بالقرآن، فالذي عياذا بالله لا يقبل التذكير بالقرآن كأنه لا يخاف وعيد الله. ولا يدري الإنسان ماذا يوصف قلب لا يخاف وعيد الله وهو يسمع ويتلى عليه قول الله: إن الله عزيز ذو انتقام. فالإنسان إذا علم عظيم انتقام الله، عظيم قدرته، عظيم جلاله، عظيم جبروته، جبلة يجد نفسه يقبل على هذا القرآن العظيم، على هذا الكتاب المبين، يتلوه يقرأه ويختار آيات. ولو يعني التزم ترتيب كل ليلة كان حسنا، لكنه إن لم يقدر يتوخى آيات، لو راجعهن قبل أن ينام يفقه معناها، ينظر فيها، يراجع حفظه، ثم يقبل على الله. وقد لا يستغرق هذا وقتا، لكنها لو كانت لحظات خلصت فيها النية، صدقت فيها الطوية، اجتمع فيها الفؤاد واللسان، وصل الإنسان إلى مراقي الجنان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.